اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين مظفرين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر يا ذا المن والفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإذا أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.